مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، اهلا بكم يا تلاميذ ولقاءنا التالي. مرحبا بكم. هذه الحصه اللي رايحين نديروا فيها كما راكم تشوفوا سلسله عمليات، نديروا تطبيقات للمراجعه حول عمليات على الكسور، كيكون مجاميع فيها كسور، والاعداد النسبيه والاعداد الناطقه. نديروا ثلاث تمارين هكذا باش ديروا مراجعه بالنسبه لسنوات الثالثه متوسط. دونك هنا بالنسبه للتمرين الاول قال لكم احسب العبارات التاليه. دونك لدينا العباره ا تساوي 9 على 4 ناقص 5 على 4 قسمه 10 على 7. على بالي بلي التلاميذ كاينين بزاف اللي يديروا اخطاء هنا. واش نتوما واش رايحين تشوفوا؟ كي تشوفوا عباره كيما هذه تشوفوا دائما واش كاين كعمليات هنا. هنا عندنا طرح وقسمه، دائما في سلسله عمليات تشوفوا كي يكون فيها جمع وطرح ديروا حسب تسلسل، ديروا العمليات حسب تسلسل حسب ترتيبها. فوالا استاذير نبداو من الاولى ومن بعد الدوزيام ايتترا. بصح جوست يدخل فيها القسمة ولا الضرب، الأولوية تعود إلى القسمة والضرب، داكوغ. ومن بعد ولا زاد دخل فيها الأقواس، الأولوية سوف تكون للعمليات الموجودة داخل الأقواس. ومن بعد العمليات هذوك اللي موجودة داخل الأقواس كيف كيف تبقوا نفس القوانين، ولا كان جمع وطرح فيها نديرو حسب ترتيب كتابتها حسب ترتيبها، ولا كان فيها جمع ضرب وقسمة مع جمع وطرح، ولا ضرب وقسمة فقط نديرو الأولوية للضرب والقسمة. بصح ولا كانت سلسلة عمليات فيها ضرب وقسمة كسوسوا هما برك ولا مع جمع وطرح ديرو حسب الترتيب، داكورا. يعني تبداو دايما من جمع من ضرب والقسمة، مفهوم؟ دوك نديرو مثال تتفاصلو على هذه الحالة، تبعو معايا برك. دونك هنا عندنا الطرح مع القسمه، دونك ما نديروش حسب الترتيب، الاولويه للقسمه. بصح بس كاين عمليه من قبل لازم نكتبوها، 9 على 4 ناقص هنا نديروا العمليه لهذو قسمه كسرين تساوي الى الكسر الاول في مقلوب الكسر الثاني، هنا 7 على 10 وتساوي الى 9 على 4 ناقص ضرب كسرين هو البسط في البسط والمقام في المقام. اخ ماما خلالي جوي تاعو راح يلعب لك كالكولاتريس. 5 في 7 على 4 في 10 ثم ا تساوي 9 على 4 ناقص 5 في 7 يساوي الى 35 على 40 ثم يساوي هنا نوحدوا المقامات، واحد مقامه 4 والاخر مقامه 40، 40 من مضاعفات 4، اذا نوحد 4 يعني نبدلو هذا نرجعوه 40 باش 4 يولي 40 لازم نضربوه في 10. دونك لازم البسط والمقام نضربوهم في 10 في زوج ماشي غير المقام فقط، على 40 ويساوي اذا ها نكملو برك دقيقة، 90 ناقص 35 ونحتفظ بنفس المقام 40، إذا 90 ناقص 35 نطنو لاباكا قد سخط 55 أخا ماما يساوي 55 على 4. هنا في التمرين مقلناش بسطه، وكذا أموا هنا باسكو الهدف ديروا شويه العمليات هذوك، داكور. العمليه الثانيه ب تساوي ناقص 3 على 5 زائد 4 على 3 في ناقص 2 على 5. هنا ايضا ما ديروش هادو، عندنا جمع عندنا ضرب، الاولويه للضرب، دونك نبداو بهادو. يساوي ناقص 3 على 5 زائد 4 في ناقص 2 و 3 في 5
إذن ب يساوي ناقص 3 على 5 زائد 4 في ناقص 2 هو ناقص 8 على 15. هنا أيضا الكسرين هذو 15 هو من مضاعفة 5، دونك نبدلو هذا باش 5 يولي 15 نضربوه في 3، 5 في 3 اوتوماتيكمون البسط أيضا نضربوه في 3 زائد ناقص 8 على 15، دونك يساوي هنا ب هنا ناقص 9 زائد ناقص 8 على 15، مجموع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة. واش نديرو؟ نجمعوهم، ياخي نجمعوهما والنتيجة تكون سالبة. وكاينين أساتذة بياسيو صحيح رياضيا أيضا يحطو لهم هكذا، نحيو الإشارة الموجبة هذيك ونديرو يعني باش نديرو الكتابة الصحيحة تاع الأعداد النسبية. كيكون مجموع عدد نسبية لازم نحيو كما درناها في الحصة الماضية في الآخر في لي فيديو، نحيو يعني ليطاب اللي جاية المرحلة اللي جاية واش نديرو، ناخذ الأعداد الموجودة داخل الأقواس بإشارتها هكذا. هي في الحقيقة مجموع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة، دونك النتيجة تكون سالبة هنا 17 ناقص 17 نجمعهما والنتيجة تكون سالبة. ثم نزيدو حبيت نديرهم كامل في فيديو واحدة. سي يساوي دونك 10 على 3 زائد 13 على 8 في 3 على 5 على 4 على 7. هذه اللي قلت لكم قبيل، عندنا جمع عندنا ضرب وقسمة، ميم سي لو كان يزيد يكون عندنا طرح كيف كيف، المهم عندنا الضرب والقسمة مع بعض مجموعة مع الجمع راهي في نفس العملية. واش نديرو هنا؟ دائما الأولوية لهذا الزوج، ومن بعد بيناتهم اسكو نبداو من الضرب ولا نبداو بالقسمه، نبداو حسب الترتيب بيناتهم برك، بيناتهم هادو ما ندخلوش الطرح ولا الجمع، بيناتهم هادو كيكونوا في نفس العمليه نديرو حسب الترتيب كوم سي كاين الجمع والطرح. الضرب والقسمه كي يتجمعوا مع بعض كيكونوا في نفس العمليه مع بعض نديرو حسب الترتيب، معناتها نبداو من هادو. إذن سي يساوي 10 على 3 زائد 13 في 3 على 8 في 5 قسمة 4 على 7. داكور سي يساوي 10 على 3 زائد 13 في 3 دونك 39 على 8 في 5 40 قسمة 4 على 7 يساوي 10 على 3 زائد. الان نروحوا للقسمه باسكو عندنا جمع وقسمه، الاولويه للقسمه 39 على 40 في 7 على 4 المقلوب تاع 4 على 7 سي يساوي الان 10 على 3 زائد 39 في 7 4 في هنا نورمالمون 160 0 40 في 4 دونك يساوي 10 على 3 زائد 0 16 دونك 160 و 39 39 في 7 يساوي 273 273 دونك سي يساوي هنا 160 على 3 ليس من مضاعفته، دونك نديرو توحيد المقامات في زوج. هنا اسهل طريقه باش ديروا توحيد المقامات في زوج البسط في المقام، البسط الاول في المقام الثاني زائد البسط الثاني في المقام الاول على جداء المقامين. داكور دونك سي يساوي اثنا دقيقه ماما 10 في 160 1600 زائد
273 في 3 يساوي 819. 3 في 160 يساوي 480. فوالا اخا ماما. الان المجموع 9 زائد 0 9، 1 زائد 0 1، 8 زائد 6 14، 2 2419 على 480. فوالا. ثم العملية الأخرى نجوز دي، 3 في 1 على 3 زائد نفتح قوس 1 ناقص 1 على 2 في 7 على 4 قسمة 5 على 2. دي يساوي. الآن نعطي سلة عمليات فيها ضرب، فيها جمع، فيها أقواس. داخل أقواس كاين طرح، ضرب وقسمة. دونك دائما في سلسلة عمليات فيها أقواس، أقواس اللي تغلب، الضرب اللي تغلب القسمة، بريوريتير، الأولوية دائما للأقواس. دونك هادو دائما مازال نكتبوهم في 1 على 3، نعاودو نكتبوهم. نبداو واش كاين داخل الأقواس. الآن داخل الأقواس نديرو هاكم سي، راهي عملية وحدها، سلسلة عمليات وحدها. دونك نشوفو الأولويات عندنا طرح، ضرب وقسمة. دونك الأولوية للضرب والقسمة، ومن بعد بيناتهم من وين نبداو؟ نبداو من الأول، يعني حسب ترتيب كتابتها. الضرب للعملية الأولى نبداو من الضرب. دونك واحد نكتبوه كيما كان، واحد هو واحد على واحد. نبداو من هذه، واحد في سبعة هو سبعة، اثنان في أربعة ثمانية، داكور؟ قسمة خمسة على اثنان. دي يساوي دونك 3 في 1 على 3 زائد، ثم 1 على 1 ناقص، نروحوا لهذه القسمة 7 على 8 في 2 على 5. دونك دي يساوي 3 في 1 على 3 زائد 1 على 1 ناقص 7 في 2 14، 5 في 8 40. نوحد المقامات الآن، هنا نوحد المقامات باش يولي هذا 40 ضربه في 40. دونك 40 على 40 ناقص 14 على 40. دونك دي يساوي 3 في 1 على 3 زائد 40 ناقص 14 26 على 40. الآن ولينا سلسلة عمليات فيها ضرب وطرح، عفوا، ضرب وجمع. الأولوية للضرب، هنا يمكن مباشرة الاختزال، بس كل يندروا 3 في 1 3، 1 في 3 3، 3 على 3 هو 1، أو نختزل مباشرة 3 مع 3. دونك دي يساوي إلى 1، 1 هو 1 على 1 زائد 26 على 40 يساوي. هنا ايضا باش نرجعوا واحد هذا الى 40 ضربه في 40. دونك هنا ايضا في 40، يعني 40 على 40 زائد 26 على 40 يساوي 40 زائد 26 على 40 يساوي 86 على 40. واش ماما فوالا. الآن العملية الأخيرة، العملية الأخيرة هنا
ماما أو يساوي خط كسر اثنان زائد خمسة على أربعة، ثلاثة على اثنان ناقص أربعة. اثنان هذا اثنان اكتبوه على شكل كسر زائد خمسة على أربعة، دايما ديروا هكذا باش ما تريعلكمش. ناقص أربعة على واحد. أخا ماما عطيه، أخا ماما عطيه. نو هيا خرج نوبلي. الآن كي يكون عندنا كسر لازم ديروا العمليات الموجودة في البسط، وديروا العمليات الموجودة في المقام، ومن بعد على فان ديروا البسط على المقام. دونك هنا اثنين هذاك هذا واحد باش يولي أربعة، ضربوه في أربعة. دونك هنا أيضا في أربعة، اثنين في أربعة ثمانية على أربعة. تشا ماما كيسكي دا خمي أخا تسكر شوية. تيا ماما خرج نفير دودو. زائد خمسة على أربعة قسمة ثلاثة على اثنان. هنا واحد باش يولي اثنين ضربوه في اثنين وكيولي اثنين. دونك أربعة في اثنان ثمانية يساوي هنا عندنا نفس المقام ثمانية زائد خمسة تلتاش، وفي المقام ثلاثة ناقص ثمانية هو ناقص خمسة على اثنان. الآن هوليك كيفاش ولا، نديرو قسمة كسرين يساوي إلى الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. و يساوي إذا أ يساوي 13 في 2 4 في ناقص 5 ويساوي 26 على ناقص 20. ونديرو الكتابة المبسطة الأعداد الناطقة هكذا ناقص 26 على 20. فوالا هذا بالنسبة لي العملية على الكسور والمجاميع هذو كامل. دوك نديرها هذه في فيديو واحدة باش ما تكونش طويلة بزاف، وندير تمارين واحد اخرين في لا فيديو واحد اخرى. وشكرا تبعوا معايا.